طبعا احنا وياكم من 9 للعشر صح انزين وراح نستانس وياكم بالاتصالات سؤال الحلقة عن انا راح اقول الوالدين. انا راح اقول بس مو عن بر الوالدين راح اقول لكم اياها اوكي مبارك عليكم وتبقى بشهر باقي شيء نخلص بس يعني وراها عيد وان شاء الله كل شيء بخير اوكي مبارك عليكم وتبقى من الشهر استغفر الله مبارك عليكم وتبقى من الشهر صح قلتيها الف مره مبارك عليكم مثل ما قال بدور مبارك عليكم وتبقى من الشهر ايش مثل ما قال بدور مثل ما قال زين مثل ما قال بدور ان احكم معكم على شو ارقام مشاركه هني سؤالنا حلقه اليوم هو صدق عن بر الوالدين بس شنو تسوون لاجل امهاتكم يعني ايش تقول مو عن بر الوالدين يعني المهم فارقام المشاركه موجوده تحت ظهرت امامكم تحت الشاشه هو مو يقول لغه عربيه تقول لغه عربيه المهم بعد شوي تقولي شوكلات ارت الشوكولاته شوكولاتة شهودة بدي شوكولاتة ناخذ الاتصال طبعا راح نتكلم كل شوي احنا مثل ما متعودين ان احنا نتكلم قبل لا ناخذ الاتصال انا طبعا اسوي كل شيء لاني ادعي اذا خلصت صليت لما اختم القران هم ادعي عن امي وهذا واذا انت قاعد تسوي كذي اذا انت يعني ما مو مصدق كيف كل ما لانك ما عايش معنا اليوم بدر ما ادري ايش فيه المهم اوكي وانا اكيد يعني امي وابوي اهم شيء في حياتي يعني طبعا لا لا ايش دعوه بدور على وين انظر خليه يتكلم واشوف ايش يسوي لا شهد ما تكذب ولا ما كذبت والله صدق يعني اعرفها من قبل 15 سنه ما كذبت ولا 15 سنه انا ما كملت 15 سنه